السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحلقة التانية من أتاك أون تايتن أخيرا نزلت، وخلينا نخش في الموضوع على طول ونتكلم في الحلقة على طول. والحلقة مليانة أحداث كتير ومعلومات كتير، يعني أنت ممكن تشوف إن ما فيش حد من الشخصيات الرئيسية ظهرت زي ما أنت متوقع وكده، بس أنت لو ركزت هتلاقي إن في حد مهم ظهر في الحلقة ده أولا. بس قبل ما أتكلم على الحلقة عايز أقول حاجة شفتها ناس كتير بتتكلم عليها من حلقة الأسبوع اللي فات، وهي إن المقدمة مش حلوة. يمكن تكون النهاية مش حلوة، يعني أغنية النهاية مش قد كده، بس المقدمة جميلة جدا، ولما تشوف الترجمة بتاعتها وتكمل الأحداث هتلاقيها معبرة جدا عن الأحداث اللي جاية وعن الكوارث اللي هتحصل الحلقات اللي جاية. فأنا شايف إن المقدمة عظيمة جدا. يمكن الناس ما عجبتهاش عشان مش شبه المقدمات التانية، والموسم الأول والتاني والتالت كان كل مقدمة حلوة جدا، بس أنا شايف إن دي عظيمة أوي المقدمة دي. ده أول حاجة. تاني حاجة نتكلم فيها إن اكتشفنا إن عملاق العربة اللي أنقذ زيك بعد ما ليفاي حط عليه في الموسم التالت ده أساسا بنت. دي كانت صدمة. وإن كمان عملاق الفك اللي أنقذ راينر في الحلقة اللي فاتت ده مش أخو فالكون اللي كان واقف معهم في الحلقة الأولى، لأ ده واحد اسمه جيرالد، ده مفروض أخو الشخص اللي يومير كليته ورجعت بشرية تاني، ويومير ماتت. احنا عرفنا الكلام ده في الحلقة اللي فاتت تمام. وفي الحلقة دي لو لاحظت تلاقي شخصية جابي مش قابلة خالص إن حد ممكن يناقشها في موضوع ان هي تبقى هي العملاق المدرع، يعني هو انا هبقى العملاق المدرع محدش هياخده غيري. ثانيا شخصية جابة دي تحسها ايرين كده، بس هو طفل. طب ايرين وهو صغير كان برضو بيقعد يصرخ ويزعق وكده، فايرين يعني نفس الحماس ونفس السريخ والكلام ده، فدي تحسها شخصية ايرين وهو صغير تمام. وزي ما قلت لك الحلقة اللي فاتت الشخصية دي زبالة وهتقراها اسمع مني، فما تتعلقش بيها وما تحبهاش اسمع مني. شفنا ان فالكو واضح ان هو عايز ياخد العملاق المدرع، وده ممكن لو لاحظت شوية كده ان هو في مشاعر من ناحيته الجابي، مش عايزها تموت بدري في سنة، يعني يبقى عندها 27 سنة هتموت لو خدت العملاق المدرع، فهو مش عايزها تموت وخايف عليها. عايز ياخد العملاق المدرع مش عشان انا عايز انقذ البشرية، مش ده السبب الاساسي، لا هو واضح ان في مشاعر ليه الجابي وعايز ينقذها فياخد هو العملاق بدلها. عرفنا كمان ان زيك فضله سنة، وقلت اخو فالكون المفروض هو اللي هيورث العملاق الوحش، وطبعا زيك هناك بيتعامل معاملة البطل والفتى الاعجوبة. ده شيء. الشيء التاني اللي مهم في الحوار ما بين زيك وبين قلت ان هو واضح ان في ناس كتير ما تعرفش ان زيك امه ملكية عندها الدم الملكي، عشان كده بيقدر يحول الوحوش او بيقدر يحول البني ادمين لعمالقة تمام. واضح ان في ناس كتير ما تعرفش الموضوع ده. ده شيء. الشيء التاني ان زيك مرعوب من الاكرمان، يعني في الحلقه دي واضح ان هو مرعوب من الاكرمان. واللي ضايقني في الحلقه دي ان يعني لما قريت المانجا كان جايب لك ان زيك قال حرفيا كده انا مش عايز اواجه اي حد من الاكرمان تاني. في المسلسل لا، قال لك غير العمالقه بتاع ايرين والعملاق اللي هو مع ارمن دلوقتي، الاكرمان دول برضو خطر. قال بس ان هو خطر وجاب لك مشهدين ليهم وهم بيحاربوا، بس ما قالكش انا مش عايز اواجههم ولا عمري عايز اتواجه معاهم تاني. في قال الموضوع ده وبين لك قد ايه زيك مرعوب من الاكرمان. فهنا ما بانتش بالموضوع ده، ما عجبتنيش، كنت عايز اشوفها في الانمي بنفس الشكل اللي طلع فيه في المانجا. برضو في اسم عيلة تذكر في الحلقة النهاردة وهي عيلة التايبر تمام. العيلة دي المفروض هم اللي عندهم العملاق المطرقة تمام، العملاق اللي ظهر في الاعلان اللي لونه ابيض ده اللي كان بيواجه عملاق ايرين تمام. ده واضح هما دول العيلة اللي معاهم العملاق ده، والعملاق ده ما ظهرش كتير ما بيظهرش خالص، بس العملاق ده كان سبب من اسباب ان هم قدروا يوقفوا الملك فريدز تمام. بس هو ما بيظهرش كتير العملاق ده، يعني هو خلاص هو واجه الملك فريدز بس خلاص كده احنا هزمناه، فخلاص كده احنا مش هنستخدم العملاق كتير. ده شيء. شيء كمان قبل ما اتكلم على كام حاجه مهمه كنت سيبهم للاخر في الحلقه دي، ان راينر شخصيه حقيره، حقير يعني قد ايه، اللي هو انت قاعد معاهم واكل وشارب ونايم وشايفهم بيموتوا، وعمال تقول ان كان في واحد فيهم بيحاول بيتكلم على ساشا في اول حلقة او الحلقة التانية لما كانت بتاكل البطاطا وكده، ان هي اللي عملته ده عمل بشع جدا، وهم تحس ان هم صدقوا الكلام ده، وان هو ايه ده مش ممكن بتاكل بطاطا، ده جرم يا ابني، ايه اللي انت بتعمله بتاكل بطاطا. على قد ما هو حقير، على قد ما هو عنده فصام في الشخصيه، على قد ما هو لما راح هناك شاف ان كل القصه او كل الكلام اللي بيتقال عليهم ده مش زي اللي بيتقال، بس على قد ما انت بتكرهه على قد ما انت ما تقدرش تلومه. ان هو لما كان رايح دماغه، هو كان لسه صغير طبعا، هو رايح ودماغه متعبيه اللي هناك دول شياطين لازم نروح نموتهم، فكان بيكرههم ان هو خلاص دماغه متعبيه ليهم. عارف كده حد يقعد يسخنك على حد، بس الفكره اللي انت قعدت معاهم وعشت معاهم وكنت معاهم حرفيا في كل حاجه، فانت لحد دلوقتي مش قادر تشوف الفرق ما بين ان هم اشخاص كانوا كويسين فعلا وان هم دلوقتي وان هم غير الكلام اللي كان بيتقال عليهم ده، يعني في حاجه بتضايق شويه كمشاهد. ده كده كانت الحاجات المهمه
اللي في الحلقة اللي مش عايز احرق عليها لأي حد في مقراش المانجا. تمام، كل ده حاجات جت في الحلقة. نعم الحلقة ما فيش فيها احداث جامدة، بس ده حصل في المانجا فما فيش اي مشكلة لسه. برضه هما في الانمي كمان مسرعين، يعني في الانمي حاطين مشاهد المفروض ما تجيش دلوقتي، حاطينها قبل ظهورها عشان ينجزوا في الاحداث، لان الاحداث كتير لسه والحلقات المفروض 16 حلقة. ما اعرفش اذا كان الموسم كله 16 حلقة ولا النص الاول 16 حلقة والنص التاني 16 حلقة زي الموسم التالت. فهم بيحاولوا ينجزوا ويسرعوا، بس لو حذفوا حاجة مش بيحذفوها بشكل اللي هو انت في حاجة ناقصة. فتمام قوي، ده شيء من دلوقتي انا ممكن احرق حاجة من غير قصد، بس هحاول على قد ما اقدر ما احرقش. فلو عايز تكمل كمل كمل، ما فيش مشكلة، انا مش هحاول ما احرقش ان شاء الله. اول حاجة، في شيء اتلمح في الحلقة ان هو في عمالقة مجنحة. تمام، ده شيء لازم تركز فيه جدا. انا كقارئ مانجا بقول لك ركز في الجملة دي، هل يوجد عمالقة مجنحة؟ ركز في الموضوع ده وما تنساهوش، وخليك معاك لحد الاخر، ان احتمال يظهر، احتمال الكلام ده يتغير، هل يبقى فيه ما فيش، مش عارف ايه، ركز في الموضوع ده. وفي جملة تانية مهمة اتقالت وهي دك الارض. الجملة دي برضو مهمة جدا جدا جدا، حط عليها حط تحتيها 100 خط واسمع مني. تمام، دي حاجة. الحاجة الاخيرة بقى اللي يعني انا عايز اتكلم فيها جامد بس خايف احرق على حد، وهي في شخصية في الحلقة ظهرت من الجنود اللي كانوا موجودين في الحلقة، في شخص مهم جدا ظهر. مش عايز احرق عليك، بس انت لو ركزت شوية ممكن تعرف مين الشخص ده. تمام، مش عايز احرق اكتر من كده. يعني الحلقة زي ما اقول لك ممكن ما تكونش باين فيها احداث كتير، بس فيها معلومات وفيها حاجات مرمية كده في النص، انت لازم تاخد بالك وتركز. حرفيا انا كنت كل ما في مشهد يجي اوقف الشاشة واقعد اقرا واكمل، اوقف الشاشة واقعد اقرا واكمل، عشان مع اني قاري المانجا بس برضه محتاج افهم حاجات لسه ممكن تكون فاتت عليا في المانجا. واقدر اقول لك عن الحلقة الخامسة والستة الاحداث هتولع جامد، اذا ما كانتش ولعت في الحلقة الرابعة مثلا في اخرها، فاللي جاي جامد جدا والاحداث مش طبيعية. واخر حاجة عرفناها ان هم هيرجعوا جزيرة البارادايس عند ايرن وليفاي والناس دي. تمام، وهيحاولوا عشان ياخدوا العملاق المؤسس. تمام، فهنشوف ايه اللي هيحصل. تمام، بس كده، ده اللي كان كل اللي في الحلقه. الحلقه كانت مليانه احداث كتير حلوه جدا. تمام، يعني كانت حلقه ممتعه بالنسبه لي. طبعا مفيش فيها احداث، ولو في حد داخل الحلقه ومستني يشوف حرب ودمار وكل حاجه وشخصيات ممكن يزهق، بس صدقني ده كل ده تمهيد جامد جدا للي جاي، لان اللي جاي يعني اللي جاي ملوش زي، صدقني اللي جاي ملوش زي. فيعني رسم حلو جدا حلو جدا. واعتقد كنت في الحلقه اللي فاتت قلت ان في حاجه حاسس ان هي غريبه في الحلقة او في الرسم، وهي اكتشفته طبيعة الاحداث اللي هم فيها في الحلقة طبيعة صحراوية، مش زي مثلا في الموسم اللي فات او الموسم اللي فات الطبيعة كده تحس فيها ظلامية شوية، فيها اخضر شوية، دي الفكرة، من الطبيعة صحراوية فتحس ان الشاشة صفرة شوية. فكانت حلوة جدا، الرسم بالنسبة لي جميل قوي، ما فيش فيه اي شيء سيء، انا عاجبني جدا الرسم. فلحد دلوقتي الانمي زي الفل، والاحداث اللي جاية زي ما بقول لك عظيمة. ده كان كل اللي عندي. لو الحلقة عجبتك يا ريت تعمل اشتراك وفعل زر الجرس. كان معكم محمد ايهاب، وأشوفكم الحلقة الجاية إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.